السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد ومعلومة مفيدة سو كيزاكو.com. الحصة ديال اليوم هي حصة من حصص من سيرية ديال لونغاج سي. كنا في حصص سابقة شفنا لي بيبليوتيك. لي بيبليوتيك هما اللي كنديرهم انكلود، كنفتح هنا كندير هنا اصغر وكنكتب لو نو دلا بيبليوتيك بوان اش يعني هيدر، اش كتعني هيدر. كنست هاد البيبليوتيك قلنا هما فيهم الكود سورس ديال دي فونكسيون اللي كنستعملوهم حنا عاده. يعني كنبغي مثلا نستعمل واحد لا فونكسيون، كنديفيني لا بيبليوتيك ديالها وكنحط لو تريتمون فيها، و الا بغيت نستعمل هذيك لا فونكسيون اللي ديفينيت ديجا كيل سوفي اني نزيد انكلود لو نو ديال لا بيبليوتيك ديالي. بحال مثلا ملي كندير برينت اف، هاد برينت اف هادي راه سيتو فونكسيون اللي كاينه في البيبليوتيك ستوديو بوان اش. في هذه الحصه هذه غنشوفوا بيبليوتيك اخرى اللي كنستعملوها حتى هي، وهي انتريسونت للناس اللي كيستعملوا لي فونكسيون ماتيماتيك. كاينه اللي شفتوها هنا لا بيبليوتيك مات بوان اش. هاد مات بوان اش فيها بزاف ديال لي فونكسيون ماتيماتيك. على سبيل المثال لا ليس الحصر، كاين لا فونكسيون اللي كتعطيني لا فالور ابسولو ديال واحد العدد سميتها اف ابس. كنعطيها العدد مثلا نعطيها ناقص 5، وهي في النتيجه غتعطيني 5. القيمه المطلقه ديال ناقص 5 راه هي 5. تاكدوا غندير واحد برينت اف هنايا باش افيشي الريزولتا ديال هادي. غنقول ليه في الميساج قولي لا فالور ابسولو دو موان 5 اي. كنديرو لا بورسونتاج اف حيت هادي كترتورني ليا ان فلوت. كنستقيومي ديالي ندير بورسونتاج اف اي جون روجيستر. اوكي نبيل دي هادشي ونشوف كيسكو سا دون. هانتوما كيقول لك لا فالور ابسولي دو موان 5 اي 5. ماشي كاين بزاف لي فونكسيون ماشي اف ابس. كاينه فونكسيون انا نحاول نعطيكم كلكو زيكزامبل دو فونكسيون اللي تقدروا تستعملوهم. مثلا كاينه لا فونكسيون سي. هاد سي شنو هو؟ سي كتعطيك العدد الصحيح الاقرب، اكبر عدد صحيح قريب لهذاك العدد اللي نكتب ليه. غنشرح لكم مثال تبان لكم احسن. مثلا نعطيته 56.78، هادي غتعطيني كوم ريزولتا شنو العدد الصحيح اللي تابع هاد العدد 56.78. العدد اللي تابعو هو 57. كاين فونكسيون اخرى تاهي نقدرو نستعملوها اللي سميتها فلور. فلور سي اون كيكو سورت العكس ديال سيل. سيل كتعطيني 57 اللي هو الفوق، بينما فلور كتعطيني اللي قل، كتعطيني يعني 56. اوكي نديرو بتيت اكزومبل. اول حاجة نكومونت ندير هنا واحد سلاش ان باش يرجع ليا للسطر، ونجي كتب لينا برينت اف. مثلا ناخدو العدد نيت اللي عندنا، ها نقول ليه 56.78 محصور ولا اي كومبخي اونتخ بورسونتاج اف الاولى و بورسونتاج اف الثانية. واش راه سطر هنا اكتب ليه اونتر هذا اي هذا. انا ندير ليه هذا هو الكبير و هذا هو سنسبق الصغير هو الاول. دير ليه هنا فيرغول هادي جون روجيستر. نعاود نبيل ليه هادشي راني هنا قال لي غلط. علاش؟ لان هادشي ايرور يعني شتي هادشي خصني كومونتي سي با دي كود شي سون دي كومونتي لي سيتو منايا. دونك نعاود بيل اندران نتوما تشوفو قال لك 56.78 اي كومبري اونتر 56 اي 57. نشوفو فونكسيون اخرى تاي كنستعملوها بزاف وهي القوة.
لا بويسونس ملي كنقول 4 اس 5 فهمتي كيفاش كيكتبها؟ هو هي كاينه فونكسيون سميتها باور نسبة الى باور بالانجلي، باور ديال 4 5. اش كتقول لي؟ كتقول لي هي 4 لا بويسونس 5، يعني في الحساب ديالنا حنا هي 4 فوا 4 5 فوا فهمتي، 4 فوا 4 فوا 4 6. نتيستيو نشوفو ان تيست، نعاودو شي برينتها في اخرى حتى هي ونقول لي نيت 4 à la puissance 5 est égal واحد الفلوت هنا، نقول ليه رجع ليا ستارت تاني ونكتب ليه هذيك باو ديال 5 4. اوكي ما نساش بوان فيرغول ديالي هنايا، كومونتي هذا جو بي دي جيران شي هو 4 à la puissance 5 هي 625. كما كاين القوة كاين الجذر، مثلا غاسين دو دو لا غاسين او لا الجذر كاين اس كيو ار تي ولا سكرتش، شوف كله سمية اللي غيسميها. مثلا نعطيه ديال 16 خصو يكتب لي 4، او لا نديرو حنا ديال جوج تاني جذر جوج ياك. دونك نجي نكتب ليه هنايا برينت اف لا غاسين دو دو تساوي بورسنتاج اف ديالي، هادو كلهم كيرجو تورنيو دي دوبل، دونك خصني ندير ليهم بورسنتاج اف كيو ار تي ديال جورج جوبيل دي جوران اهو لا غاسين دو دو ايتيكال ان فيرغول كارونتيان كارون دو كاتورز اتسيتيرا. بون راه كاين بزاف راه دي فونكسيون، لا بغينا نديرو بغينا نشوفو لي فونكسيون ما نساليوش، راه عطا الله لي فونكسيون لي كاينين، كاين لوغ لوغ و الين و كاين لوغ ديس، كاين تاني ليكسبونونسيال شي ملي كتبدا لي فونكسيون هو كيعطيك كود بلوك كيعاونك، كاين المهم يا با مال، كاين سينيس شيا، كاين سينيس هيبربوليك، كاين كوسينيس دو ميم طونجونت، هادو راه خصهم راه كلهم وحدة، كوسينيس كاين طونجونت طونجونت كاين لارك طونجونت ماكسيما ا طونجونت لارك كوسينيس اتسيتيرا. بون يا با ما دو فونكسيون هنا، كنخليكم تستمتعوا تقلبوها مع راسكم على لي فونكسيون لي خاصينكم تكونوا لي بروغرام ديالكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحصة ديال اليوم، نضرب لكم موعد في حصة أخرى ودرس جديد سوغ كيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.